قصة وفاء بطلها كلب تدعونا نحن بنو البشر للتأمل. التفاصيل من الصين. كلب أبى الرحيل عن رفيقته، حاول باستماتة إيقاظها بعدما لقيت مصرعها حين صدمتها إحدى السيارات. الكلب بعدما عجز عن إيقاظها أصر على البقاء بجوارها تحت درجة حرارة تصل إلى ما دون الصفر ب13 درجة إلى حين دفنها في مشهد مؤثر. وفاء وإخلاص، إخلاص كلب ارتبط برفيقته. وفي